السلام عليكم، أهلا بكم في الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة. لمشاهدة الحلقة كاملة بالرجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو. الحلقة هتبدأ بإن خالة سيف ضميرها هيصحى وهتحب إنها تعرف جعفر إن سيف يبقى ابنه. في مشهد تاني دلال هتفضل زعلانة لأن قلبها حاسس إن عبد الجواد ابنها لسه عايش. جعفر هيحاول يهون عليها ويقول لها انه موافق انها تحمل مرة تانية علشان يعوضها احساس فقد ابنها. وجعفر بعد ما خالة سيف جت وقالت ان سيف ابن جعفر العمدة هياخد سيف ويروح يعمل تحليل الدي ان ايه. والحاجة صفصف ام جعفر العمدة هتقول ان قلبها هي كمان كان حاسس انه سيف ابن جعفر لما لقيته بيعمل الشاي بظهر المعلقة. في مشهد تاني جعفر هيكون طلق دلال بعد لما عرف علاقتها ببلال شامة، وتأكد يوم ما راحت له المستشفى رغم انها حاولت تعمل حوار انها لما سمعت ان بلال شامة في مستشفى لما جالها تليفون راحت عشان تتأكد ان عبد الجواد ابن جعفر لسه عايش ولا لا. لكن جعفر مش هيصدقها وهيضربها وهيرميها في الشارع يقول لها تروح لأهلها اللي هي منهم القتالين الحرامية. في مشهد تاني وداد هتحاول ترجع لسيد أخو جعفر بعد لما ضحكوا عليها وأخدوا كل فلوسها، وسيد للأسف هيسامحها وهيقولها خلاص ونبدأ صفحة جديدة، وده هيضايق صفصف وجعفر من سيد. جعفر في ظل كل الأحداث دي بيحاول يوصل لبلال شامة علشان يتأكد هو ودى ابنه فين، لأن لسه تحليل الدي ان ايه مظهرش. بالفعل هيوصل لبلال، لكن المفاجأة ان بلال شامة هيقوله نفس كلام خالته ويقوله ان سيف هو ابن جعفر العمدة. لكن المفاجأة ان بتحليل الدي ان ايه سيف مش هيطلع ابن جعفر العمدة. وبعد ما جعفر وسرية رجع لهم الامل اتسحب مرة تانية وهيطلع ابن جعفر العمدة اتقتل وهو صغير، وان بلال شامة فكان فاكر انه سيف. لكن أم سيف هتكون ماتت ومات معاها السر، وجعفر مش هيقدر يوصل لابنه.